بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: نصب الموازين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصب الموازين يعني الإيمان بنصب الموازين، والميزان يوم القيامة دقيق، كما قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وله كفتان عظيمتان هذا الميزان، والذي يوزن ثلاثة أشياء: يوزن نفس الشخص، لكن لا عبرة بهذا الميزان، لا عبرة بهذا الوزن، لكن يوزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه يؤتى بالرجل السمين فلا يساوي عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحك الصحابة من ساقي بن مسعود قال: والذي نفسه إنهما لا أثقل في الميزان من جبل أحد. والقسم الثاني الذي يوزن العمل نفسه، فينظر إلى هل هو ثقيل أم غير ثقيل. نعم. والقسم الثالث الصحائف توزن. نعم. الله أكبر. نعم. وتنصب الموازين. الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعا منها هذا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك معروفة. فتوزن فيها أعمال العباد، نفس الحسنات والسيئات. ولدقة هذا الميزان يأتي طوائف من الناس تستوي حسناتهم وسيئاتهم، تستوي حسناتهم وسيئاتهم. نعم. ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان. نعم. فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال وثقلها فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال كما قاله ابن كثير. نعم. فمن ثقلت موازينه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني الأعمال. نعم. فمن ثقلت موازينه ولو بحبة واحدة. نعم. إن رجحت حسناته بسيئاته فإنه ناج. فإنه ناج، يعني ليحرص الشخص على الإكثار من الأعمال الصالحة ولو يسيرة، فقد ترجح بها الكفة. نعم. فأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن خفت موازينه من الموحدين فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عامله بالعدل. فإذا قيل: كيف الله يحاسب جميع هؤلاء الخلائق وهذا الميزان بهذه الصفة؟ نقول: الله يقول: إن الله سريع الحساب سبحانه. نعم. ومن عذبه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، خلود مؤبد للكافرين. أما الموحد فلا يخلد في النار. فلا يخلد في النار. نعم. وتنشر. نعم. هذا الآن الميزان. القسم الثاني. نعم. قال: نشر الدواوين. أيوه. وتنشر يعني تفل. الدواوين جمع ديوان، وهي الورقة التي قيدت فيها أعمال العبد حسنات. عد. إيش؟ تنشر الدواوين. وتنشر يعني تفل. نعم. نعم. عكس الطوي، تفتح. نعم. الدواوين جمع ديوان، وهي الورقة التي قيدت فيها أعمال العبد حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة، كما في الآية: بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
حتى النيات يكتبونها. إذا هم الشخص بنية صالحة تكتب له بسيئة لا، وهكذا. الله يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وهي هنا صحائف الأعمال، صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم. صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم. لا، وأقوالهم. نعم، وأقوالهم. صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم. وصحائف أعمالي، صحائف أقوالي، كل معطوف على المضاف. صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم، المترتب عليها الثواب والعقاب، للنظر والاطلاع على ما فيها لعاملها، فيقرأها من كان يقرأ في الدنيا، ومن لم يكن يقرأ مسطورة. هي مكتوبة. يعني لو قال شخص: أليس الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالصدق كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، فلماذا تنشر تلك الصحائف أمام العبد؟ نقول: لإقامة الحجة عليه. لذلك الله يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، أمام كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يغاق يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء أمامك. نعم، حتى ينكر العبد صحائف أعمال السيئة فيقول: هل ترضى عليك حسيب من نفسك؟ يقول: نعم. فيختم على لسانه فتنطق جوارحه فتقول: عمل في يوم كذا ويوم كذا وهكذا. فيقول: سحقا لكنا، فكنت عنكنا أدافع. نعم نعم. فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل السعادة، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم أهل الشقاوة والعياذ بالله. يعني يوزن العبد، الصحائف تتطاير، المؤمن يأخذ كتاب يمينه ويفرح وينادي: هاء مقرأ كتابه، كل ما فيها جميل. وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله مغلولة إلى عنقه. لذلك بعض المبتدع أو من ناله شيء من الكفر إذا مات الميت يكسر يده الشمال، يقول: حتى ما يأخذ يده بالشمال. هذا جهل منهم. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما طار له وما قدر له ملازم له ملازمة لا انفكاك له منها بحال. أيوه، كأنه طائر معك. نعم. فهو لازم في عنقه، وهو ما قدر وكتب له في الأزل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفلولا بمقتضى ذلك. شوف، نخرجه يوم القيامة، وبناء عليه عبارة بعض الخطباء أو بعض الواعظين في نهاية العام يقول: تطوى الصحائف العبد في هذا العام، فيجب على العبد أن يستغفر. قل: لا، الصحائف ما تطوى إلا بالموت. نعم. ولا حجة له في ذلك على القدر. فإن الحجة قائمة على العباد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الآية الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يعني يدعو ثبورا يدعو بالويل، ينادي بالويل، يا ويلي ما أخذ كتابي بيميني. نعم. نعم. وينقسم الناس حينئذ إلى قسمين آخذ، وأنت أحد هذين القسمين. نعم. آخذ كتابه بيمينه وهم أهل السعادة والنجاح، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. نعم. فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين، ومن أوتي كتابه بشماله فهو من أهل الشقاوة كما في الآيات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكما قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. حتى لو كان الشخص أمي يقرأ كتابه، حتى لو أعمى يقرأ كتابه. نعم. إن الله على كل شيء قدير. نعم. وقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، يعني يفرح، يعني كان يقول فزت. نعم. والإيمان بنشر الصحائف وأخذ الصحائف بالأيمان أو الشمائل، الإيمان بذلك من جملة الإيمان باليوم الآخر. نعم. يعني الإيمان بها عبادة عظيمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.